مين سخر من إطلالة لانولين في عرس الشعار؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل يوتيوبر غيث مروان بمجموعة من الاستوريات فور وصوله لعرس الشعار وسنه، وغيث كان عم يمزح مع لانولين محمد وحكلهم انه في ليمونتين هربانين من صحن فواكه، وردت سارة الورع على كلام غيث مروان انه هي الصحن ولانولين الليمونتين، وهذا كان رد لانا على مزح غيث مروان. ايضا اسامة مروان ما ظهر في عرس الشعار. يلا خلينا يلا حنا حنا يفرج الله في هون ليمونتين غربي من صحن الفواكه. يلا شغلتي ايوه